انسان عنده 30 عام وبضع ايام يعني محروم من اجتياز المباراه، يعني هو شيء غير مفهوم للاسف الشديد. قرار يعني جائر وخرق سافل للدستور ديال 2011 التي نص على ان الوظيفه العموميه في حق كل منهم يعني دون 45 سنه. وللاسف الشديد هذه الحكومه هذه اللي يعني من نهار جات والمغرب تيشهد غير الويلات على جميع الاصعده، في التعليم، في الصحه، في القضاء، يعني الملف ديال المحامين، يعني هذا الشيء يعني لا يخفى على الراي العام. للاسف الشديد ما يعني كنا تنقولوا ربما هذه الحكومه غيكون فيها شويه ديال الامال ولا هذا، وغيكونوا بعض الاصلاحات، ولكن للاسف الشديد الامور تزداد سوءا، يعني عام على عام تزداد سوء بعد سوء للاسف الشديد. كيف يعقل ان دول يعني متقدمه جدا يعني في الترتيب في التعليم كسنغافوره، فرنسا، بريطانيا، جميع الاتحاد الاوروبي وبزاف، ومع ذلك ما دايرش هذه القضيه ديال 30 عام؟ يعني للاسف هو قرار غير مفهوم وغير مفهوم وليس له معنى وما عنده حتى علاقه بالاصلاح. هو للاسف الشديد هو كانت صدمه كبيره تقريبا من على ما اعتقد منذ سنه 2021 يعني فاش خرجت المباراه، يعني عندما تقريبا هذا العام الثالث على ما اعتقد العام الثالث ولا الرابع ونفس الشروط، ما شروط غير دستوريه وغير اخلاقيه ولا معنى لها اصلا. حتى الوزير فاش يسولوه في البرلمان المعارضه وهذا تيعطيو من الاسف الشديد بعض الاجابات اللي غير مبرره واعذار واهيه ولا معنى لها. وحنا كاعضاء ديال التنسيقيه مستعدين نمشيو لابعد نقطه واعتصامات، نقدر نمشيو للتحقوا بالحدود، اننا نطالبوا بالهجره، لان احنا في هذه الحاله هذه لم نعد معنيين كمغاربه، لاننا مغاربه بماذا؟ نحن مغاربة فقط بالبطاقة الوطنية. أنت محروم من جميع المباريات الوظيفة العمومية باش تمشي مثلا تعلم شي صنعة دابا حاليا في هذا السن، يعني المسألة جد صعبة. دونك نحن مغاربة بماذا؟ يعني نحن مقصيون ليس من المباراة فقط، نحن مقصيون من الحياة داخل المغرب. يعني كما قلت لك لحد الساعة احنا ما عرفناش اش من وجهة غادي نشدوا للأسف الشديد. كما قلت لك 30 عام لا معنى لها، لان بزاف ديال الدول تقريبا 90% ان لم اقول 95% من الدول ما عندهاش هذه القضيه هذه.